وسلم على مبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الأحباب، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة، وأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن تحدثنا في المرة السابقة ونحن نتحدث عن غزوة بدر، وقلنا فيها درسين أساسيين: أن الصحابة خرجوا للعير فإذا بهم أمام النفير، ولو كانوا ظفروا بالعير ما تحقق لهم عشر أو واحد على ألف مما تحقق بسبب ملاقاتهم الحرب وانتصارهم في بدر. فهذا معناه أن الله يختار لعباده ما هو أحسن وإن رأوا غير ذلك. والأمر الثاني الذي تكلمنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه قبل أن يبدأ المعركة في أن يبدأها أم لا، أو يدخل المعركة أم لا. وهذه قلنا أنها من أساسيات ومن أسس الرئيسة في الحكم في الإسلام، إرساء الشورى. الدرس الذي أحب أن أتكلم عنه اليوم في غزوة بدر أن معية الله سبحانه وتعالى للفئة المؤمنة تأتي غالبا بعد أن يأخذوا بالأسباب كاملة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومشوا إلى منطقة المعركة أكثر من 150 كيلومتر، يعني ما يعادل حوالي 100 ميل بالنظام الأمريكي. المية وخمسين كيلو كان كل ثلاثة يتعاقبون على بعير، معناها أن كل واحد منهم مشى 100 وركب 50، وكانوا في قلة من الطعام، حتى أنهم كانوا يضعون التمر فيهم ثم يشربون عليه الماء فينزل من حلاوة التمر في ما يغذيهم، ثم يأخذ التمر مرة أخرى يعينها حتى يستخدمها مرة ثانية. لأواء كان لا يوجد ما احتاجوا له، فأخذوا بالأسباب خرجوا، يعني لم يتكلوا فقط على الدعاء داخل المدينة وكذا، لا، خرجوا وأخذوا بالأسباب. ثم صف النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف وحدد الميمنة وحدد الميسرة والقلب ووضع خطة المعركة، وكان منزلهم في الأول خلف البئر، فأشار الحباب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون منزلهم بحيث يكون البئر خلفهم فيشرب المسلمون ولا يشرب المشركون، وكان نعم الرأي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزلوا على رأي الحباب. إذن النبي أخذ بالأسباب، ثم ذهب إلى عريشه وظل يلح في الدعاء، أقول: اللهم إن كنت تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد الآن. ودرجة الإلحاح حتى سقطت يعني بردته من على كتفه، وسيدنا أبو بكر يقول: هون عليك يا رسول الله، فإن الله منجز وعده إياك، ربنا لن يخلف وعده معه. إذن هذه هي الأسباب. طيب، هذه الأسباب هي التي تجلب معية الله سبحانه وتعالى، وليس مجرد الاتكال. فالتوكل الحقيقي على الله هو أن تفرغ الوسع في بذل ما تستطيع من الأخذ بالأسباب، ثم بعد ذلك لا يتعلق قلبك بالأسباب ولكن يتعلق بمسبب الأسباب، بالله سبحانه وتعالى. وهذا ما فعله النبي في بدر. فلما أخذ بالأسباب كاملة وأعد العدة وجهز الجيش وذهب ودعا وكذا، هنا بدأت تظهر ملامح المعية الإلهية. هم يحتاجون إلى الماء فأنزل عليهم الماء. هذا الماء كان له وظائف كثير: ثبت أقدامهم على الأرض، طهرهم، كانوا يحتاجون إلى التطهير، وكان الشيطان يأتيهم ويقول له: أنت جنب ولا غير متوضئ أو محدث أو كذا وما فيش ماء، فيوسوس لهم الشيطان فينزل الماء ليتطهروا.
اللي عايز يتطهر يتطهر، كله يغتسل من المطر نازل شديد، وهذا المطر كان يثبت أقدامهم والأرض من تحتهم، وهذا المطر كان وبالا على المعسكر الآخر. هذه أول علامة من علامات المعيب. الأمر الثاني، وهم في شدة الخوف وشدة الرعب، لأنه يعني لم يكونوا مستعدين لحرب، والمعركة في المقابل في يعني هم 313 نفرا وفي المقابل أكثر من 1000، يعني 3 أضعافهم. هنا ما خيل فرس أو 2، هنا أفراس، هنا يأكل كذا، هناك بيذبحوا في اليوم بالعشر جمال. يعني الموقف فيه نوع من الخوف، خوف البشر الطبيعي، هذا لا يعيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم بشر في النهاية. مع هذا الخوف، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، ربنا ينزل عليكم النعاس لتطمئنوا. المعلوم أن الخائف لا ينام، الخائف لا يمكن ينام، النوم يطير من رأسه مباشرة، فكيف خائف في معركة يمكن يعني هو أقرب إلى الموت منه إلى الحياة ثم ينام؟ هذه معجزة، هذه كانت علامة ثانية من علامات المعية. ثم رأى الصحابة الملائكة معهم في أرض المعركة تثبت أقدامهم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا. إذا الملائكة كان عملها إيه؟ تثبيت الذين آمنوا، إنما ربنا سبحانه وتعالى هو الذي سيلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فينزل في قلوبهم الرعب. فالملائكة رأها الصحابة، صحابة كثير ذكروا أحاديث أنهم رأوا الملائكة، هذا نوع من التثبيت. فعلامات معية الله سبحانه وتعالى كانت موجودة. ثم بعد ذلك هذا العدد الكبير كان يتساقط أمام الصحابة بشكل عجيب، وقتل الصحابة منهم 70 وأسر مثلهم وجاءوا للفداء، فكانت معركة واضحة فيها معية الله سبحانه وتعالى. لكن ما أريد أن أركز عليه، هذه المعية لا تعطى لكسول، لا تعطى لإنسان ينام على سريره ويقول يعني هذه، لا، خرج صف الصفوف وابتلوا وخافوا ودعوا ويعني رتبوا أنفسهم ثم تعلقوا بالله، فجاءتهم علامات المعية ثم جاءتهم المعية الحقة ثم كان النصر الذي جاءهم من عند الله. يبقى هذا هو السبب، أن التوكل الحقيقي نفرغ الوسائل، نأخذ بالأسباب كذا، ثم يتعلق قلبنا بالله ربنا سبحانه وتعالى أبدا. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، لا يمكن أبدا أن تحسن العمل ثم يضيع الله عملك أبدا، أو يضيع أجرك أو يضيع تعبك، فإن الله سبحانه وتعالى مع الذين أحسنوا، ربنا سبحانه وتعالى مع الذين أحسن في الأخذ بالأسباب يكون الله سبحانه وتعالى معه. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما يتواكل في المدينة ويعتمد على أنه نبي دعوته مستجابة، ولكنه أخذ بالأسباب فكان النصر في ركابه. يبقى إذن الدرس أعيده مرة أخرى، هو التوكل على الله معناه أخذ الأسباب كاملة ثم تعلق القلب بمسبب الأسباب. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتوكلين عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.